اتحاد نقابات موظفي المصارف يرفعون الصوت ويؤكدون أن لا عمل في المصارف من دون ضمانات السلامة المصرفية. وفي التظاهرة الحاشدة في ساحة رياض الصلح توجه المصرفيون للمودعين بالقول نحن أيضا مودعون. رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج قال إن أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر. تحملنا الكثير مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية في العام 2019، فتعرضنا للإهانات والشتم في كل عمليات الاقتحام التي طالت العديد من فروع المصارف في مختلف المناطق اللبنانية. المصرفيون من دون أمن ولا ضمانات، ويؤكدون من ساحة رياض الصلح حيث اعتصموا وتظاهروا ورفعوا اللافتات أن حياتهم أصبحت في خطر. تراز الخوري، صوت لبنان.